اليوم 11 من الصوم. تهذيب النفس. إن من يربح دون أن تعترضه عواقب أو مشاكل يحصل في النهاية على الانتصار، أما من يربح بعد أن واجه أعتى التحديات فإنه يفوز بالتاريخ، وهو خبرة تتجاوز حدود الانتصار. فالتاريخ يحفر في الكيان خبرة النضوج والارتقاء بالروح، ولهذا لا يدعون الصوم إلى الخروج من حلبة الجهاد الروحي بمشاعر الانتصار فحسب، بل بتوكيده عمق التاريخ. وهذه هي دينامية سر الله في الخلاص، أي التاريخ. ومن أهم التحديات التي يجب أن نتغلب عليها في مسيرة الجهاد كي نربح تاريخا مقدسا في فترة الصوم هي الغضب. إنما الغضب طاقة انفعالية يرعاها الشرير بعد أن يلبسها حلة التدمير. إنها مشاعر هوجاء لا تعرف الهوادة، ولن تسكت إلا إذا وجدت ضحيتها. تخرج من جوف الإنسان كمن يتقيأ، ولهذا تحتاج النفس في فترة الصوم أن تتروض على الصمت لتتحول طاقة الغضب إلى طاقة خيرة مقادة بالروح والعقل. رغبة الانتقام. إنه حوار شيطاني مع النفس يقود إلى رد الصاع صاعين ويسبب مرارة الداخل، ولهذا على الصائم أن يصلي كثيرا ويجعل من وحدته أرضا تخصبها النعمة ويثمر بها الروح القدس، فيتحول حوار الذات من رغبة في الانتقام إلى الغفران والمسامحة القلبية. السلام الزائف. هو سلام مؤقت قد يختفي بزوال المسبب. لربما يشعر الإنسان بالسلام إذا امتلك المال أو تحايل من أجل أمر ما، ولكن قد يزول المال أو تنقلب الظروف أو النفوس. أما السلام الحقيقي فيتجلى حين يسكن الروح القدس في قلب الإنسان، فيشعر بالهدوء والسكينة رغم كل ما يحيط به من مصاعب وتحديات. وهكذا يتحول الصوم إلى حكمة وسداد بالرأي وانفتاح على نعمة الله. ماذا أفعل اليوم؟ يدعوك يسوع إلى التركيز في نوعية علاقاتك اليومية، فهي الكاشف عن إيمانك وفحوى داخلك، فمن خلالها يتفحص مستوى ضيافتك للآخرين واتساع قلبك، وخصوصا مع الذين لا يقربوك بأي صلة. حاول أن تفكر بشخص يثير فيك الغضب أو المجافاة بسهولة. صلي من أجل علاقتك به اليوم، واطلب من الله أن يشفيك من مشاعر الغضب أو الانتقام أو خداع القلب، واطلب الشفاء كذلك للشخص الآخر. ولكن احترز من أن تكون صلاتك أنانية فتظهر فيها عيوب الآخر وتخفي عيوبك، بل صلي من أجله كشخص يحتاج رعايتك الأصيلة، والعكس صحيح. صلاة. اغفر لي يا إله عزي وخلاصي كل آثامي التي ارتكبتها عن سابق تخطيط وإرادة، فرغم كل هذه المواقف السلبية التي أتخذها معك أجدك أمينا ورؤوفا تجاهي. علمني يا رب أن أصير قلبي وفق نعمتك وحنانك، وأكون أمينا مثلك تجاه الآخر المحتاج. أنشر شراع حبك على قاربي وسيره وفق هبوب ريحك المقدسة.
ساعدني في هذا الزمن المجيد بأن أرى الذين آذوني بنور جديد، وألا أهمل من يحتاج لمحبتي، فإنك إله الحب والرأفة. آمين.